السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 6/3 مارس 2022 في الجولة 20 من الدوري الجزائري. متابعين الكرام، الرابطة الجزائرية الاحترافية الأولى موبيليس الجولة 20 بدأت أمس السبت 5 مارس 2022. يوم الخميس دي كانت مباراة في الجولة 19، بدأت أمس السبت، وبعتذر إني ما عملتش فيديو عن مباريات أمس. امس مولوديه طهران خسر من اولمبي الماديه 0-1، وداد تلمسان خسر مولوديه الجزائر 0-2. احرز دفاعي مولوديه الجزائر جوزيف ايسو في الدقيقه 67، وسامي فريوي من ضربه جزاء في الدقيقه 86. هلال شلغوم لعيد تعادل امام امل الاربعاء 1-1. سريع غلزان تعادل امام اتحاد بسكره 1-1. عندنا اتحاد الجزائر تعادل امام شبيبه الثوره 0-0. اليوم الاحد 6 مارس شبيبه القبائل فاز على نصر حسين دي 3-2. اولمبي الشلف خسر منه فوق ستيف 0-1، واحرز ده فوق ستيف حسين العريبي في الدقيقه 13. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين، وتستكمل باقي مباريات الجوله غدا باذن الله تعالى. عندنا اخر مباراتين، شباب بولوزداد امام برادو ونجم مقر امام شباب قسنطينه. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين. متصدر الدوري الجزائري متابعين الكرام في المركز الاول شباب بولوزداد برصيد 39 نقطه من 18 مباراه. مولودية الجزائر المركز الثاني ب 36 نقطة من 19 مباراة. شبيبة القبائل المركز الثالث 35 نقطة. اتحاد الجزائر المركز الرابع ب 34 نقطة. وفاق سطيف المركز الخامس ب 34 نقطة من 19 مباراة. شبيبة الثورة المركز السادس ب 33 نقطة من 18 مباراة. برادو المركز السابع ب 33 نقطة من 19 مباراة. اتحاد بسكرة المركز الثامن ب 32 نقطة. شباب قسنطين المركز التاسع ب 29 نقطة. أمل الأربعاء المركز العاشر ب 25 نقطة. أولمبي الشلف مركز ال 11 ب 24 نقطة. مولودية طهران المركز ال 12 ب 22 نقطة. نجم مقر المركز ال 13 ب 22 نقطة. هلال شلغوم لعيد المركز ال 14 ب 17 نقطة. نصر حسين دي المركز ال 15 ب 17 نقطة. أولمبي المادية المركز 16 ب 17 نقطة. سريع غليزان المركز 17 ب 15 نقطة. وداد تلمسان المركز ال 18 والأخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين متابعين الكرام هشام مختار لاعب اتحاد بسكرة المركز الاول ب 10 اهداف، تساوى معه بيمبو علي لاعب برادو، والمركز الثاني سامي فريوي لاعب مولوديه الجزائر ب 9 اهداف، والمركز الثالث بلعيد حميد لاعب شبيبه الثوره عنده 8 اهداف، وفي مواقع كاتبه اللي هو عنده 10 اهداف. تمام. المركز الثالث ايضا مارسيلين كوكوبو لاعب شباب قسنطينه ب 8 اهداف، ويسري بوزوك لاعب برادو، والمركز الرابع ايمن محيوس لاعب اتحاد الجزائر ب 7 اهداف، والمركز الخامس عبد الفتاح بالقاسمي لاعب اتحاد الجزائر بستة اهداف، ورضا بن صياح لاعب شباب القبائل، وخير الدين مرزوق لاعب شباب بولوزداد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لاعمل لايك الفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.